أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم مجددا من قاعة المؤتمرات بفندق الخليج، حيث تستمر تغطيتنا للنسخة العاشرة من جائزة التميز للحكومة الإلكترونية. بالأمس جرى احتفال توزيع الجائزة على الجهات الفائزة لجميع الفئات، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على المشاريع الفائزة في هذه الجائزة، ولكن بعد أن نستعرض معكم هذا التقرير. 10 سنوات تحتفي بها جائزة التميز للحكومة الإلكترونية التي انطلقت في عام 2008، أسهمت في تحفيز الابتكار وترسيخ مبدأ التميز ونشر ثقافة المعرفة بين الأفراد والمؤسسات، وجنت ثمارها عاما تلو الآخر في نمو وتطور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة. العديد من المشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة كانت الجائزة لها نقطة انطلاقة لتتطور وتتبلور وتصعد سلم الريادة عبر السنوات، لتغدو اليوم أنظمة إلكترونية متكاملة ومرتبطة بجميع الجهات الحكومية والخاصة. السنوات العشر الماضية شهدت مشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وأكثر من 1390 مشروعاً وتتويج أكثر من 140 فائز، وقد جعلت مملكة البحرين من تبنيها للمبادرات المحفزة على الإبداع والتميز مثالاً للانفتاح والتقدم على المستوى الإقليمي في مجال دعم التميز الإلكتروني، من حيث إضافة هذه الجائزة لرصيد المملكة من الإنجازات التي كان آخرها تحقيق المرتبة 26 عالمياً والخامس آسيوياً والمركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. أهلا بكم مجددا، باسمكم أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، السيد أحمد بوهزاع مدير إدارة المعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. حياكم الله. أهلا وسهلا فيك. أيضا السيد سلمان المحميد رئيس تنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين الدولي. أهلا وسهلا فيك أستاذ سلمان. في البداية نبارك لكم الفوز بهذه الجائزة التي لا تأتي إلا طبعا بعد التميز في الخدمات المقدمة إلكترونيا. مبارك لكم الفوز. راح أبتدي معك أستاذ أحمد سمحت لي. وزارة المالية والاقتصاد الوطني استطاعت نيل جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، وذلك عن فئة أفضل خدمة حكومية بعد أن فاز مشروع النظام الحكومي المترابط لإدارة المشتريات الحكومية. كلمنا عن هذا المشروع بداية وعن أهمية الجائزة. طبعا على أساس نفهم المشروع، أولا المشروع عبارة عن جزء من منظومة أكبر تسمى النظام المالي المركزي، والنظام المالي المركزي هو مبادرة حكومية ابتدت من التسعينات وانطلقت يمكن في سنة 98 وتطورت يعني تسيير المعاملات الإجرائية الحكومية اللي تخص الجانب المالي. طبعا هذا المشروع يعني حاليا يضم اكثر من 50 جهه حكوميه ويباشر كل العمليات الماليه داخل الجهات الحكوميه. مع اطلاق برنامج التوازن المالي اصبحت الحاجه اكبر لان يكون في نظام داخلي في الجهات لتسيير عمليه المشتريات وتسهيل عمليه اقرارها من خلال اللجان المركزيه للمشتريات. ففي خلال 6 شهور الحمد لله رب العالمين وفقنا بدعم الإدارة العليا وفريق العمل، استطعنا أن ننجز المشروع في 6 شهور، طبقناه على 40 جهة حكومية تمثل 250 موقع، ودربنا أكثر من 1000 مستخدم على هذا النظام، بما في ذلك تغيير الإجراءات تعديلها بما يتناسب مع كل جهة على حدة، وصارت المعاملات أيسر وأسهل وأسرع. بعض المعاملات اللي قد تصل إلى أشهر صارت يعني تقضى في خلال أيام أو بالكثير حسب الجهة أسبوع أو أسبوعين، وإقرارها صار يعني مو مستحيل. من خلال لو كان النظام مو موجود كانت بتكون مستحيلة، كثير من المعاملات الورقية، كثير من الإقرارات الورقية كلها تلافيناها. البيروقراطية المعهودة. البيروقراطية طبعا بعد ما طبقنا النظام حجم الورق اللي كان يعمل به في الجهات الحكومية والأحبار
لما جردناهم تبين احنا وفرنا الحمد لله اكثر من 1,000,000 دينار بحريني هاي سنوي توفر، ما عاد في حاجه انه يصرف لهذا المعاملات. نعم، هذا التوفير المباشر، لكن التوفير الاهم والاستثمار الاهم الاستثمار بالوقت وسرعه. نعم. الخدمات. صحيح. اللي هي تنعكس في تسهيل العمل سواء في طبعا المشاريع او الاستثمارات المختلفه. استاذ سلمان، شركه خدمات مطار البحرين ايضا فازت عن جائزه خدمه الخدمة الإلكترونية للقطاع الخاص، وذلك بعد الفوز مشروع آي باس، اللي طبعا هذا المشروع يعني يقدم خدماته للمستهلكين. تكلمنا عن هذا المشروع، يمكن كثير منا ما يعرفه، هو تخصصي، يعني مشروع يذهب إلى فئات معينة وليس لعموم المستهلكين أو عموم متلقي الخدمات. تكلمنا عن الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على هاي اللقاء، وفي هذه المناسبة أود أن أشكر سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء على دعمه وعلى رعايته لهذه الجائزة وعلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص أن يشارك في هذه الجائزة. آي باس شركة، احنا شركة فيها 3,000 موظف وعامل، مو كلهم عندهم الإمكانية ان يدخلون على ايميلز الى اخره، فاحنا سوينا هذه النافذة بحيث ان اي موظف يقدر يدخل فيها جانبين اساسيين، جانب اداري وهو موارد بشرية وجانب العمليات. اذا هي موجهة للموظفي شركة باص، موظفي شركة وليس عموم متلقي الخدمة. نأمل في المستقبل لتطويرها بحيث تشمل شركات الطيران الأخرى. الموظف بدل ما مثلا على سبيل المثال بدل ما يروح الموارد البشرية ويكرر زياراته وتشوف العدد 3,000 موظف قد تأخذ وقت وتأخذ مسائل مثل ما قال على الورق والكوست كتكاليف كلها قلت، فوق هذه كلها الموظف يقدر يشوف كل المعلومات اللي هو يحتاج لها، حتى تقييم الوظيفي يقدر يطلعه، يقدر يشوف إذا إيش قد عنده إجازات إلى آخره. تشمل هي 14 خدمة كاملة. قيمتوا رضا الموظفين؟ يعني هل تم تقييم رضا الموظفين؟ إيش قد صار لها هذه الخدمة مقدمة للموظفين؟ أعتقد رضا الموظفين واضح، 99% من الموظفين من 3,000 أوريدي تشاركوا في هذا البرنامج. إيش قد صار للبرنامج مستمر؟ البرنامج خذ له حوالي حين سنة تقريبا. ويقدم لموظفي الشركة شركة باص كل الخدمات المتعلقة بالشؤون الإدارية، الشؤون المالية اللي يحتاجها. أي نوع من الخدمات؟ أي نوع من الخدمات، يعني حتى مثلا أشرت إلى المالية، حتى المعاش، الألاونسز اللي إلى العلاوات. يعني الموظف ما عاد يحتاج انه يذهب الى ما يحتاج يروح إدارة الشؤون الإدارية. وفرنا فيه ورق وايد وايضا تسهيل ووقت، يعني تسهيل وقت للوقت والاجراءات طبيعي. نعم استاذ احمد، تكلمت عن تسهيل عملية المشتريات وانكم خلال 6 شهور تقريبا 40 جهة حكومية شاركت في هذا الجانب. تسهيل عملية المشتريات الى اي مدى تنعكس على يعني جودة العمل؟ طبعا التسهيل هذه أكسبنا يعني مميزات إضافية، من ضمنها الشفافية، من ضمنها قدرتك على متابعة طلبك. يعني كان بالسابق المراسلات الورقية خاصة إذا كانت الجهة لها فروع مختلفة تنطلق من إدارة إلى إدارة، من شخص إلى شخص، إلى أن تصل إلى الجهة المعنية وبعدها توصل إلى وزارة المالية، فتصير صعبة على صاحب الطلب متابعة طلبه وين وصل، ويعني الاتصال، او احيانا ممكن يضيع الطلب. حاليا هذه العمليه صارت سهله، ممكن انا اتابع الطلب وين وصل، ممكن اتواصل مع الشخص انا كصاحب طلب، كصاحب طلب وين وصل طلب. نعم. وين واقف، وين وصل بالضبط، وضامن انه يعني الورق ما راح يضيع، الطلب واصل عند الشخص المعني. واحنا كجهه يعني مركزيه وزاره الماليه واللجان المركزيه للمشتريات صار الموضوع يعني منطقي وواقعي، وصار عندنا فرص أخرى ابتدينا ندرسها، فرص أنه ممكن أدمج بعض المشتريات المشتركة وتكون يعني طلب واحد بدل ما تكون يعني طلبات متعددة، بالتالي كلفتها تقل والكلفتها ووقت تقل والإجراءات الإجراءات الإدارية تقل. تكاليف الإجراءات الإدارية هذه كلها راح انتلافها. نعم، الآن البحرين تسعى بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
أن تتجه إلى تقديم معظم خدماتها إلكترونيا. رؤية البحرين 2030 بإذن الله تسعى لتوفير خدمات إلكترونية تغطي مظلتها معظم الخدمات المقدمة سواء حكوميا أو حتى في القطاع الخاص. القطاع الخاص في البحرين كيف تجد ولوجه إلى مسألة الخدمات الإلكترونية؟ أولا يعني بالنسبة للخدمات الإلكترونية احنا كشركة باس نعمل على تطويرها باستمرار، وخصوصا مع قرب افتتاح المطار الجديد ان شاء الله والذي نحن نعمل على ان نوفر فيه كل الامكانيات وكل البرامج الإلكترونية اللي ممكن تساعد في عملية في تسهيل عمليات المطار. احنا شاكرين لكم كل الشكر، نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. سعادة الأستاذ أحمد بوهزاع مدير إدارة المعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، شكرا جزيلا لك، نجدد لكم التهنئة. أيضا سعادة الأستاذ سلمان المحميدي رئيس تنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين الدولي، كل الشكر لك، ومرة أخرى مبروكين الفوز بهذه الجائزة. وشكرا لكم. يعطيكم العافية. إذا مشاهدينا الكرام، نتابع معكم من خلال التقرير القادم الفائزين بجائزة تميز الحكومة الإلكترونية للعام 2019، ثم نعود لاستكمال حديثنا مع ضيوفنا الكرام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حيث عدنا معكم للجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم الخاصة بتغطية جائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2019. يسرني أن أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الحاصل على جائزة أفضل مقترح إلكتروني قطاع الأفراد سعادة المقدم ركن أحمد محمد أبو عنين. يا أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، سعيد بوجودك معنا في الاستوديو. بارك لك الجائزة. الله يبارك في حياتك. يا أهلا وسهلا. أيضا جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية القطاع الخاص تطبيق الراوي الأستاذة هالة أحمد سليمان شريك مؤسس في التطبيق. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة هالة. يا أهلا فيك، سعادة بوجودك معنا في البرنامج. شرفنا فيك. يا أهلا وسهلا فيك. راح أبتدي بجائزة المجلس البلدي الذكي مقدم ركن أحمد أبو عنين. يعني شنو مجلس بلدي ذكي؟ احنا نعرف المجلس البلدي التقليدي. نعم. اللي هو المجالس البلدية اللي يمثلونها أعضاء بلديين لهم مكاتبهم الخاصة ولهم اجتماعهم اللي عادة يكون اجتماع أسبوعي. نعم. شنو المجلس البلدي الذكي؟ المجلس البلدي الذكي هو عبارة عن مجلس بلدي افتراضي فبينشئ قاعدة معلومات مشاركة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومع وزارة البلديات، وزارة الأشغال والبلديات، التخطيط العمراني والمجالس البلدية، عبارة عن ليخدم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، عبارة عن قاعدة بإنشاء قاعدة معلومات تكون داخلها مكاتب افتراضية لكل عضو بلدي. هذه القاعدة ممكن المواطن يرسل من خلالها الشكوى أو المقترح إلى العضو البلدي من خلالها، فيتم معالجة الشكوى داخل إلى العضو البلدي واللي بدوره يقوم يرسلها عبر قناة تفتح لقناة اتصال مع الوزارة المعنية. إذن هو تطبيق موجود في أي جهاز ذكي؟ نعم. يكون مربوط بين خلنا نقول أفراد المنطقة، لأن العضو البلدي يقدم لأفراد المنطقة اللي هو موجود فيها أو الدائرة اللي موجود فيها، والعضو البلدي يتواصل معهم يقدمون له الشكاوي المقترحات إذا كان في مثلا إجراءات معينة يطالبون فيها أو يبونها،
وهو يتواصل معهم إلكترونيا من خلال التطبيق ويتواصل مع الجهات المختصة أيضا. نعم. هل بهذه الطريقة هذه التطبيق؟ هو طال عمرك يصير من خلال الحكومة الإلكترونية يصير داخل موقع الحكومة الإلكترونية اللي تقدم الخدمات، فمن ضمنها خدمة للمجالس البلدية، ويصير داخل موقع تواصل من ضمن الخدمات اللي يقدمها موقع تواصل الحكومي، يكون داخله أيضا المجالس البلدية، فيكون المجلس البلدي داخل منظومة خدمات الحكومة وليس عن طريق تطبيق معين، هو ضمن منظومة خدمات الحكومة. نعم. يعني العضو البلدي موجود في أي مكان في البحرين برا البحرين على طول أنا كمواطن أستطيع الوصول. صح. نعم صحيح. نعم جميل، وهي بالتالي يسهل الوصول وتسهيل الخدمات. استاذة هالي اهلا وسهلا فيك مره ثانيه، مبارك لك. تطبيق الراوي تطبيق متميز حقيقه، احنا نشوفك اليوم يعني ما شاء الله يفوز بجوائز، يلقى الاهتمام والتقدير، لكن لا شك انه يبقى هناك لربما من لا يعرف هذا التطبيق ايضا. كلمينا عن تطبيق الراوي لو سمحتي. طبعا تطبيق الراوي هو سابقا كان يعرف عن تطبيقات الكتب الصوتية أن هي مجرد تطبيق للاستماع للكتب. إحنا أخذناها خطوة متقدمة وطورناها على أساس يكون شبكة إعلامية اجتماعية من خلال منصة رقمية اللي تمكن قطاع النشر أنهم يتواصلون مع بعض، بالإضافة إلى أن الجمهور ممكن يستمع إلى الكتب الصوتية ويتواصل ويا قطاع النشر. فذي يمكن فكرة مختصرة، ولكن عدد الفئات الموجودة حوالي 10 فئات، عدد الكتب وصلنا له حوالي 500 كتاب، عدد المستخدمين حالياً 40,000 مستخدم. طبعاً طموحنا أن احنا نستمر في إضافة الكتب والمحتوى باللغة العربية، بالإضافة إلى زيادة الكتب في جميع الفئات طبعاً على حسب الجمهور على حسب المطلوب في سوق النشر وفي سوق القراءة والثقافة. نعم، هو فاز بجائزة أفضل تطبيق للأجهزة الحكومية فئة القطاع الخاص. الراوي كمشروع بدأ تقريبا في 2017. صحيح. في 2017. صحيح. اليوم تقريبا بعد 3 سنوات من هذا التطبيق أو أقل وصلت ل 40,000 يعني مشارك. هل ساهم يعني توسع استخدام الأجهزة الذكية بوصول تطبيق مثل الراوي إلى أكبر شريحة ممكنة؟ بالتأكيد، سابقاً سوق النشر كان يعتمد فقط على المعارض وعلى توزيع الكتب، فإحنا حالياً من خلال التحول الرقمي من خلال تطبيقات الهواتف المتنقلة استطعنا أن إحنا نشيل كل هاي الحواجز ونقرب أسواق النشر في العالم العربي وحتى في العالم ككل على هاتف تطبيق في يد الإنسان أو يد الفرد. إحنا فكرتنا من التطبيق مو بس الاستماع ولكن التعليم والتعلم المستمر، مركزين على هدف الاستدامة من خلال اللي يسمونه أهداف الاستدامة للأمم المتحدة رقم 4 اللي هو التعليم والتعلم المستمر مدى الحياة من خلال التنمية أو من خلال القراءة أو الثقافة. فبالتأكيد إذا ربطتوا هذا المشروع بأهداف التنمية المستدامة. نعم. تعليم مدى الحياة، الأهداف التنمية المستدامة، وأيضا احنا نسميها القطاع الأخضر، لأن ما في داعي أن الناس الحين تستخدم كتب ورقية، ما في داعي تطبعها، بالتالي احنا بعد نحافظ على البيئة بطريقة أخرى. لو نرجع لك سعادة المقدم ركن أحمد البوعينين، المجلس البلدي الذكي. نعم. ما في تطوير، ما في مشاريع قادمة، مجلس نيابي ذكي على سبيل المثال؟ والله هذه الفكرة القادمة إن شاء الله. نعم. بس الله يسمك، حاب أضيف نقطة في 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 هذه الفكرة. هذه الله يسلمك، المجلس البلدي الذكي يعرض خلال 4 سنوات التشريعية خارطة بيانات للمواطن. يعني العضو البلدي ما يحتاج يقول حق الناس هو شنو سوى، هي قاعدة المعلومات تقول شنو هذه العضو البلدي سوى حق الناس. المواطن يقدر يدخل داخل الويب سايت يستعرض كل عضو بلدي بعد نهاية تنقول خلال سنة سنتين نهاية الفترة التشريعية الأربع سنوات. نعم. يشوف هذه العضو البلدي إيش حقق، شنو أنجز من خلال ال4 سنوات، إذا هو حاب يرشح مرة ثانية أو لا، إذا كان يعني صار تالي يقدر يقيمه في النهاية. تالي يقدر يقيمه، لا ينظلم أنه سوى إنجازات ما حد يدري عنها. صح. ولا يبالغ في إنجازاته وما قام بذي كلها. نعم. نعم.
وثاني شغله الله يسلمك، الوزارات ذات العلاقه نفسها اللي تقدم خدمات للمواطن عن طريق المجلس البلدي الذكي يرجع المعلومات هذه نفس الخدمات اللي قدمت خلال مثلا السنه سنتين ثلاث سنوات الى هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه اللي بدورها تاخذ هذه المعلومات وترسلها حق الجهات المعنيه اللي همها اداء او تميز هذه الوزارات. فتعطي الوزاره، تعطي هذه الوزاره كم معامله خلصت، ايش كثر تعاونت مع المجالس البلديه في خلال الاربع سنوات، ايش كثر هل تعاونت الوزارات او لا. في نفس الوقت وزاره الشؤون، وزاره الاشغال والشؤون البلديات تاخذ الله يسلمك من قاعده البيانات هذه من ناحيه تسويقيه حق المجالس البلديه، نقول احنا شنو هذه المجالس حققت خلال اربع سنوات. نعم. فبيكون لها شيء تسويقي للمجالس ولوزاره الاشغال وشؤون البلديات. اذا هو ليس تقليم للعضو البلدي فقط، ولكن للجهات المختلفه اللي تقدم خدمات، واللي هل تعاونت مع العضو البلدي، هل ساهمت في تسريع الخدمات. صحيح. هل كانت خدماتها معقده وما الى ذلك، يعني هي عمليه تشبيك لاكثر من جهه وليس فقط للعضو البلدي. لاكثر من جهه، لان الله يسلمك اللي يخرج من المجلس البلدي الذكي خلينا نقول ثلاث الوان، اللون الاخضر واللون الاحمر واللون الابيض. لونين يروحون حق المواطن. اللون الاحمر، اللون الاخضر انه حلت مشكلته. اللون الاحمر رفض، لم تحل او رفضت لاسباب معينه. اللون الابيض يرجع حق الحكومه الالكترونيه اللي يقول ان هذه الوزاره ما ردت على اقتراح البلدي او شكوى المواطن المعين، ما رجعت له ما اي جواب، ما تجاوبت. فهني نقدر نقيس بضوءها هذه الوزاره هي سوت. جميل. احنا نتمنى بسرعه نشوف مجلس نيابي ذكي، لان هذا بيكون فعلا بعد نهايه فصل تشريعي كل مواطن يعطي صوته لاي عضو مترشح. صحيح. لو اراد نعيد ترشيحه بعد ان يشوف، يقدر يشوف خلال اربع سنوات شنو كان اداءه او شنو اللي قام فيه للمواطنين. صحيح. ارجع للاستاذه هاله، تطبيق الراوي خلال هذه الثلاث سنوات اللي تكلمنا عنها من بدايه 2017 حقق انجازات، وصل ل 500 كتاب مثل ما تفضلتي، 40,000 مشترك الان، لكن دائما السقف الطموح اكبر. شنو جديدكم ان شاء الله؟ لازم نكون دائما متجددين. بعد الجائزه تحملكم مسؤوليه ايضا. جدا، هاي خامس جائزه نستلمها في ثلاث سنوات، وكل جائزه فعلا نحس ان احنا لازم نكون قد المسؤوليه اكثر واكثر. يمكن احب ابين احنا كتطبيق مستمرين في تطويره. مهم الناس تعرف انها تطبيقات بداياتها مو سهله. الناس تشوف الابلكيشن على الموبايل تقول شيء سهل ضغطة زر، لكن احنا عندنا ثلاث جبهات، عندنا المحتوى، إضافة المحتوى وتطويره، وطبعا لأنه كتب صوتية فنشتغل على الإنتاج والصوت واللغة. نعم. بالإضافة إلى طبعا تطوير التطبيق تقنيا على أساس أنه يكون مستحدث بشكل مستمر. والنقطة الثالثة اللي هي زيادة النشر ووعي بأهمية التطبيق. خططنا المستقبلية احنا على تواصل الآن ويا وزارة التربية ويا معهد الإدارة العامة، وإن شاء الله نتمنى ويا مطار البحرين، على أساس أن يكون التطبيق جزء من الخدمات التي تقدم لعملاء أو المستخدمين للجهات الثلاثة. على سبيل المثال نتمنى نكون ويا الطلاب في وزارة التربية من ناحية اللغة العربية وتحدي اللغة العربية. معهد الإدارة العامة احنا في نقاش واجتماعات على أساس شو ممكن احنا نوفر التطبيق وإعطاء الموظفين قدرة على التنمية من خلال الاستماع إلى الكتب. والمطار أسوة بدول متقدمة موجودة، نتمنى أن نحن يكون لنا جهة أو قسم اللي نقدم الكتب والثقافة أثناء فترة الانتظار. فهي كلها أو حتى أثناء الرحلة في الطيارة. ليش موجود لا؟ إحنا حاليا موجودين على الطيارة. موجودين. جميل. جميل. بس المطار البحرين إحدى الأهداف عنده أنه يكون أيضا مطار أخضر. نعم. فإحنا حابين كرواد أعمال كتطبيق ناشئ أن نكون جزء إن شاء الله من هالتطوير، نتمنى إن شاء ذلك. إن شاء الله. نجدد لكم التهنية على ما تفضلتوا فيه. الحقيقة المشروعين رائدين ويقدمون خدمات جليلة سواء للمجتمع أو للأفراد، كل الشكر والتقدير يعطيكم العافية. شكرا. الله يعافيك. شكرا. شكرا. ما قصرت. إذن مشاهدين متواصلين معاكم، ولكن بعد هذا التقرير.
أهلا بكم مشاهدينا، متواصلين معكم. معنا أيضا أحد الفائزين في مسابقة هذا العام الحاصل على جائزة أفضل مقترح إلكتروني فئة الأفراد عن تحسين الاتصال بالحكومة، الفائز محمد أحمد البوعينيني. أهلا وسهلا فيك أخوي. أهلا فيك أخوي، شرفنا بوجودك معنا. الشرف الله يسلمك. كلمني عن هذا المقترح، مقترح إلكتروني عن تحسين الاتصال بالحكومة. نعم. ماذا يعني؟ شنو أبعاده؟ شنو أهدافه؟ شوف، هي الفكرة مبنية على تعزيز الاتصال بين المواطنين والحكومة، واللي سعت له مملكة البحرين في 2014 من خلال إطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوي تواصل في 2014. نعم. طبعا النظام نفسه هو قناة إلكترونية يستطيع من خلالها الأفراد التواصل مع الجهات الحكومية، تقديم مقترح، سؤال، استفسار، وبالتالي الجهات الحكومية ترد على المواطنين من خلال هذا النظام. فالنظام منذ انطلاقه للحين تقريبا 5 سنوات. طبعا هاي النظام يعتبر تجربة فريدة على مستوى البحرين، على مستوى العالم. قليل من الدول اللي عندها هذه مثل هذه الأنظمة، وطبعا هاي الأنظمة تساهم في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك تحسين عمل الحكومة كذلك. أنا من وجهة نظري من ناحية المقترح كنت أحاول أبحث عن كيف يمكن تعزيز ورفع كفاءة النظام بشكل أكبر مما هو موجود عليه، وفي نفس الوقت نبحث هل هناك تقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال تساهم في تحسين آلية الاتصال في نظام التواصل. طبعا من خلال المقترح تم الاطلاع على الدراسات الحديثة في ذي المجال، كذلك تم الاطلاع على التجارب الدولية في ذي المجال، وكذلك تم يعني مثل ما نقول اختيار نظرية ثراء وسائل الإعلام كمقياس للنظام حاليا. طبعا كنتيجة لهذه يعني الفكرة توصلت إلى فكرة مفادها بأن خاصة بعض الدول طبقتها، بأن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تطوير نظام تواصل بشكل أكبر ما هو موجود عليه، سيرفع من كفاءته من فعاليته لأسباب عديدة، منها أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بفهم المحادثة من خلال النظام، كذلك سيتفاعل مع الأفراد. عطنا مثال أخوي محمد، يعني تواصل موجود الآن ويقدم خدماته مثل ما تفضلت من 2014. نعم. هذا الذكاء الاصطناعي ايش راح يضيف؟ نعم، حاليا الله يسلمك النظام شلون يشتغل؟ النظام الافراد يدخلون الى النظام، يدخلون بياناتهم الشخصيه، يختار الجهه الحكوميه المسؤوله، ممكن انه يكتب الشكوى او الاستفسار او المقترح او الى اخره ويرسله للجهه الحكوميه. طبعا خلال هذه المراحل كلها تاتي مرحله الجهه الحكوميه، تقوم بالموظف المسؤول في الجهه الحكوميه يقرا الرد أو يقرأ الشكوى أو الاستفسار، يجهز الرد وبعدين يرد على المواطن. طبعا هذه في مرحلة من الوقت تكون موجودة، وفي نفس الوقت هذه المراحل طويلة على المستخدم كجهة وعلى الجهة الحكومية من جهة أخرى. الذكاء الاصطناعي بيشيل كل هذه المراحل، بيكون مرحلة واحدة. شلون؟ لأن الذكاء الاصطناعي سيفهم المحادثة وتكون أوريدي الإجابات موجودة عنده، فهو بيفهم مثلا انا مثلا عندي سؤال كيف اجدد بطاقتي الذكيه مثلا، فما يحتاج مثلا انا اكتب السؤال وينطر يومين او يوم لين يكون الموظف يرد علي من الجهه الحكوميه، لا طبعا بتكون الاجابه موجوده، بيفهم السؤال وبيجاوب المواطن في نفس الوقت من غير وجود موظف، من غير التاخير في الوقت، وممكن ايضا هذه المعلومات والاسئله يتم تحليلها ويعني تطوير العمل والخدمه المقدمه اصلا للمواطنين من خلال الذكاء الاصطناعي. يعني الاسئله الاكثر تكرارا، الخدمات الأكثر طلباً، راح يكون الذكاء الإلكتروني هو من يقوم بتنفيذها أو الإجابة عليها. نعم، خاصة طبعاً أن الحين حالياً في توجه مو بس من الدول، حتى من الشركات، من البنوك، من قطاعات مختلفة تتجه دائما في استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات اللي تقدمها، مو لسبب يعني مثلا غير يعني مو لوجود عدم سبب، ولكن لان له فعالية كبيرة في تحسين تقديم الخدمة للافراد والمستخدمين. فطبعا يعني في وجهة نظري ان نظام تواصل هو يعني ممكن اكثر نظام حكومي مقدم ممكن ان يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلاله، وممكن ان يؤدي إلى نتائج عديدة، من أهمها تحقيق استراتيجيات وخطط مملكة البحرين. أنا أخوي محمد جداً سعداء بفوزك. نعم. أنت عزيز علينا، أنت عضو معانا في أسرة الإعلام. نعم. في هيئة وزارة الإعلام، هيئة شؤون الإعلام، فأنا أتمنى لك كل التوفيق. شكراً. إن شاء الله نشوفك دائماً متميز ودائماً تحظى بمثل هذا التكريم وهذا الفوز. شكراً لك. شكراً لك. يعطيك العافية. الله يعافيك.
إذن مشاهدينا الكرام، نصل معكم لختام حلقتنا اليوم الخاصة بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية. كل الشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذه الجائزة الوطنية المهمة لتحقيق أهداف المستقبل وتنفيذ رؤية البحرين الاستراتيجية الاقتصادية 2030. هذه الرؤية الطموحة اللي حققت تحولا كبيرا وملحوظا على صعيد الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال أيضا، حتى صارت البحرين كما يشار لها بالبنان في أعلى المراتب دوليا في هذا المجال. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، شاكرين لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.